بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الوزير، ما كاينش غير المراقبه وما كاينش غير تزويد الاسواق وما كاينش غير مراقبه الاسعار، كاين كذلك الجوده السيد الوزير. وكاين نقطه مهمه هو لا تخص بيد السيد الوزير، ما يمكنش السيد الوزير كل مره المغاربه نجيو نلقاو في رمضان ان الاسواق المغربيه كتعمر مثلا بالتمور ديال اسرائيل على حساب اراضي وعلى حساب فلسطينيين. السيد الوزير، خص الناس اللي كيراقبوا نعطيوهم ونمولوهم ونزيدوهم تقنيين صحيين، خصنا نديروا التقنيين المتخصصين، خصنا نديروا السيارات باش يمشيوا لمناطق بعيده. السيد الوزير، نركز كثيرا على الشق المجال القطاع الهيكل المهيكل وكنساو القطاع الغير مهيكل. السيد الوزير، خصنا ولا بد هاد جميع المتدخلين في هذا العمل ديال الرقابه تكون تنسيق بين